Rising Giants Network. أيها الملك، إنه قد لجأ إلى بلدك غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. كلمات عمرو بن العاص كانت قوية في قاعة النجاشي ملك الحبشة. يبغى هو وعبد الله بن أبي ربيعة يرجعون المهاجرين المسلمين اللي هربوا من الأذى والعذاب اللي وجدوه في مكة، فيعرضون الهدايا الغالية عليهم. وجوه بطلب يبين إنه شريف. كانت العلاقات التجارية شغالة بين الحبشة ومكة، وكانوا يعرفون بعض جيدا. أكمل عمرو بن العاص حديثه وقال: دينهم لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك أشرف قومهم من آبائهم وأعمامهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. كان كلام عمرو بن العاص فيه ذكاء، عرف كيف يجذب البطارقة ويغير صورة المهاجرين لشباب طايشين ما يحترمون كبار قومهم، ولازم نرجعهم لبلدهم ونحاسبهم ونصحح أخطائهم. اقتنعت حاشية الملك من بطارقته وقالوا له: لقد صدقا أيها الملك، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى قومهم وبلادهم. المهاجرين المسلمين جالسين على جنب خايفين، يسمعون هذا الكلام وواضح أن النجاشي بيقتنع من كلام وراح يرجعهم مثل الأسرى على الضرب والأذى اللي إلى الآن أجسامهم ما تشافت منه. لكن النجاشي كان معروف بعدله وحكمته، ما اقتنع. كيف يهاجر هؤلاء الناس هذه الهجرة الخطرة إذا كان كله طيش شباب؟ أصر أنه يسمع من المهاجرين فسألهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل؟ يقف بينهم جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول وأخو علي بن أبي طالب ويقول: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا. تحرك النجاشي في عرشه وعدل جلسته باهتمام لما ينذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعترض عمرو بن العاص ويقول: ومن هذا الرسول إلا محمد يتيم كان راعيا بيننا؟ فيرد عليه النجاشي: وكذلك كان عيسى بن مريم، كان يعمل نجارا. أكمل يا جعفر. فيكمل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، ونهانا عن الفواحش وقول الزور. وعدد لهم جعفر اللي أمرهم فيه الإسلام واللي نهاهم عنه، فكان النجاشي يسمع وعاجبه الكلام. كمل جعفر كلامه وقال: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعدا علينا قومنا فعذبونا. أكمل جعفر وصوته في ألم من ذكر الأذى وقال: فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. تمر لحظات صعبة والجميع ينتظر رد النجاشي وهو يفكر، فينطلق عمرو بن العاص ليشيل الرحمة من قلب النجاشي. فقال عمرو بن العاص: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. قام النجاشي من عرشه وهو معصب ويقرب منهم، فقال لهم النجاشي: اقرأ علي ما تقولون في المسيح. ازداد خوف المسلمين، ما يعرفون إذا النجاشي راح يتقبل اللي يقولونه أو أنه راح يتضايق منه. لكن جعفر رضي الله عنه كان يعرف أن الله راح يحفظهم وأن الصدق هو المخرج الوحيد. أخذ نفس عميق
وأغمض عينيه ويسلم أمره لله وقال للنجاشي: نقول أنه عبد الله ورسوله. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بعدها فتح جعفر عيونه وشاف لحية النجاشي تنقط من الدموع، ابتسم له وعيونه فيها دمع مثله. يقول للنجاشي بصوت يرجف من البكاء: إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، انطلق فلا والله لا أسلمكم إليهما. فرح المسلمون أنهم آمنين. وقال النجاشي لحاشيته: ردوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لي بها، ولو أتوني بجبل من ذهب لأعدته لهم على أن أؤذي أحدا من المسلمين. ويخرج من عنده عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ووجوههم سود، ويرجعون لقريش وأيديهم فاضية. هذا بودكاست الرسول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحلقة الثالثة بعنوان حمل ثقيل. كانت نجاة المسلمين بالحبشة ضربة لقريش وانتصار للمسلمين، وصار واضح للجميع أن معاداة الإسلام ما راح تطلع برا مكة. يجتمع كبار قريش في دار الندوة جنب الكعبة، يجلس أبو جهل وجنبه أمية بن خلف التاجر الناصح، وأبو لهب يجلس قدامه. فشلت خطتك يا أبا جهل، وأصبح سادة مكة أضحوكة في الحبشة، وبعدها ستنضم قبائل العرب للإسلام كلهم لابن أخي، هذا أمر لا يطاق. يرتجف أبو لهب من الغيظ وهو يقول هذه الكلمات، وأمية يغرق نفسه في الخمر. أبو جهل اللي كانوا يقولوا له قبل الدعوة أبو الحكم لحكمته وفكره صار رجل غاضب وكريه، ووصل من حاله أنه يبغى يتخلص من محمد صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة ممكنة. يقول لهم أبو جهل: نقتله وليكن ما يكن. فيقول أمية بن خلف وهو سكران ويضحك: تقتله ليتأرى له بنو هاشم كلهم، وتشتعل حرب في مكة لن تنتهي إلا بنهايتنا كلنا. ذكرها أبو لهب وقال له: لا نستطيع المساس به ما دام في حماية أخي أبي طالب. رجع أبو جهل مرة ثانية وضرب الأرض وقال: نقتله ونقتل أخوك، ما الفائدة من صبرنا إن زالت شوكتنا وذهب مالنا؟ ما الفائدة إن أسلمت قبائل العرب واحدة تلو الأخرى؟ من سيأتي ليطوف بآلهتنا؟ أمية عقلها كان في مكان ثاني وقال: أحضري لي الخمر يا جارية. رد عليه أبو جهل: من سيحضر لنا الخمر ونحن سواسية؟ من سيخدمنا؟ أبو لهب يفكر وهو مكشر: غدا نحدث أخي حديثا لا نحتاج أن نحدثه بعد ذلك أبدا. ينادون أبو طالب للمجلس وهم في حالة من اليأس ما قد وصلوا لها من قبل. جلس بينهم أبو طالب وهو كان قلقان من هذا اللقاء وعارف إيش اللي راح يقولون له. جلس أبو لهب بعيد لأنه عيب يواجه أخوه الكبير قدام الناس وخايف ينخزي مرة ثانية. أبو جهل بدأ بالكلام وقال: وإن قد طلبنا منك أن تترك لنا ابن أخيك فرفض، وإن والله لا نصبر على هذا، لن نصبر على شتم آبائنا وتسفيه تقاليدنا وإهانة آلهتنا، فإن لم تخلصنا منه سوف نحاربكم حتى نهلك أو تهلكوا. فأخذ هذا الحديث مأخذه من أبو طالب. كان هذا الكلام كبير مرة على أبو طالب، فهو تهديد واضح بالقتل، والمين مو لأي أحد، له نفسه، وهو من أكبر رجال قريش. هو أعلان حرب قبلية لها أول ما لها آخر، وخاف على حياة ناسه وعشيرته.
فراح بعد المجلس للرسول صلى الله عليه وسلم وجلس معه لحالة، وشاف عليه الصلاة والسلام في وجه عمه حزن وغم كبير، وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمه جاي له ليسأله أن يتراجع في رسالته، وكان يصعب عليه أنه يرد طلب عمه، لكنه رسول من الله ولازم يتم رسالته بأي ثمن. يقول له عمه وهو في قلبه أسى كبير: أبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت، واكفف عن قومك ما يكرهون من قولك، هذا الذي فرق بيننا وبينهم. الرسول هنا فكر أن عمه خلاص ترك الحالة وأنه ما عاد يحميه من قريش. هذا الشيء ضايق الرسول صلى الله عليه وسلم مرة، حس الدنيا سكرت عليه. عمه اللي بمكانة أبوه يوصل فيه أنه يتخلى عنه، لكنه يعرف الله ويعرف أنه لو الدنيا كلها تخلت عنه ما راح يترك رسالته. يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصارع حزنه، فيقول الرسول: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وبدأت دموعه الشريفة تذرف، كان يعرف جيدا أنه عمه يحبه ويعز عليه أنه يطلب منه هذا الطلب، وكان يعرف أنه إذا عمه تخلى عن حمايته راح تكون حياته في خطر، والموضوع أيام لين ما يجي أحد يقتله، لأنه ما كان واقف بينه وبين قتله إلا حماية عمه. يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغى يمشي ويطلع، يمسك عمه بيده ويشده له ويقول: أقبل يا ابن أخي. يقرب منه محمد صلى الله عليه وسلم فيحضن عمه ويقول له: امضي على أمرك وافعل ما أحببت، فوالله لا نسلمك بشيء أبدا. بعدها عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إيش ما صار عمه ما راح يتخلى عنه، واطمأن قلبه وأنه ما راح يفارق عمه، وكمل دعوته مثل ما كان يسوي. طبعا قريش جنت وانجن أبو جهل، لكنهم خافوا ينفذوا تهديدهم وما لقوا دعم من الكبار على أنهم يبدأوا حرب في مكة، لكن الجو صار مكهرب بشكل أكبر، والمواجهة بين قريش والمسلمين صارت مسألة وقت، وكان هذا الأمر ثقيل على الرسول صلى الله عليه وسلم وحمل صعب عليه، وكان يحزنه أنه يضحي عمه كل هذه التضحيات عشانه، وكان يحس بعداوة وكراهية قريش تزيد وهو يتعرض للأذى بشكل مستمر، فالأذى كان يزيد من زيادة خوف قريش من انتشار الإسلام، فزادت حالات الاعتداء على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يشتموه ويهينونه ومرات توصل للضرب، وصارت فكرة قتل الرسول تنتقل على لسانهم بشكل كبير. ووصل في أبو جهل الغيظ أنه جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو عند باب الصفا، أحد الأبواب اللي تؤدي للكعبة، وكان يجلس عنده بالعادة، وانجن لما شافه هناك، فقرب من محمد صلى الله عليه وسلم قدام الناس وصرخ فيه عشان يسمع الناس كلهم ويحسسه بالإهانة. فقال أبو جهل: ما أوقع منك إلا عمك الذي يحميك. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، فهذا الأمر زاد غضب أبو جهل وغيظه، فقال أبو جهل: لقد جلبت العار لجدك عبد المطلب، والله لولا عمك يحميك لجررتك من أذنيك على فرسي ورددتك راعي غنم كما كنت، لا تسمع كلام رب ولا ناس. لكن الرسول ما تحرك ولا ناظر له، كان عارف أن أبو جهل يبغى يستفزه حتى يؤذي أو يقتله، وكان سكوت الرسول في وجه أبو جهل يخليه يزداد عصبية. قام أبو جهل فقد أعصابه وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم ضربة صار راسه ينزل دم. قاموا الناس مسكوا أبو جهل وبعدوا عنه، وخبى الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه عشان ما يقلق عليه أحد من أهله وتصير مشاكل. بس حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم وواحد من أهم فرسان مكة وأقواهم وأكبرهم قدر سمع بالقصة وهو راجع من الصيد، وكان يعرف كم ابن أخوه اللي يحبه كثير يصبر على الأذى مع أنه ما دخل الإسلام بعد. لما سمع حمزة بالقصة غضب كثير وما عاد يشوف قدامه، فراح على نادي قريش اللي عند الكعبة
وما سلم على أحد كعادته، وهو يعرف أن أبو جهل يجلس هناك، فراح لعنده مباشرة. يوصل حمزة لعند أبو جهل ويمسكه ويوقفه على رجوله، ويصرخ حمزة في وجه أبو جهل، وكان من أكثر الناس مركز في هذا النادي بوقته. وقال حمزة: هل تسبني كما سببت محمد؟ فأنا على دينه. ويضرب حمزة أبو جهل بالقوس حقه حتى نزل الدم، ويطيح أبو جهل على الأرض. فصرخ عليه حمزة قدام الكل وقال: رد علي ضرب إن استطعت. فاجتمع القوم على حمزة عشان يقتلونه، إلا أن حمزة جهز نفسه لنزالهم، لكن أبو جهل وقف الناس وصرخ: دعوا أبا عمارة، دعوه، فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. كان عارف أنه يستاهل اللي صار، وما يبغى يسوي مشكلة يطلع فيها هو الغلطان، لكن غلطته هذه خلت حمزة يسلم وقدام الناس. فرح المسلمون ورسول صلى الله عليه وسلم بإسلام حمزة فرح كبير، كانوا يحبونه بشكل كبير، فكان من أعز وأهم أهل مكة، فارس وفصيح اللسان وابن عبد المطلب، فكانت ضربة لقريش وعزة للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم. إسلام حمزة سوى قلق وزاد التوتر عند قريش، وكان واحد من أكبر فرسانهم عمر بن الخطاب من أشدهم عداوة للإسلام والمسلمين، لكنه كان في شيء في قلبه يلين ويشد، وكان يحل كل مشاكله بالقتال. فلما عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمع مع المسلمين بدار الأرقم، سحب سيفه وطلع وراح يقتله. شافه ماشي ومعصب وطالع لدار الأرقم واحد من الصحابة اللي ما أعلن إسلامه، واسمه نعيم بن عبد الله. فوقفه وسأله وقال له: نعيم، أين تريد يا عمر؟ أريد أن أقتل محمد. والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمد؟ ورد عليه عمر بعصبية: ما أراك إلا وقد صبوت وتركت دينك. رفع نعيم يديه باستسلام ويقول له: إن أختك فاطمة وزوجها قد صبوا وتركوا دينهم، فاذهب واصلح أمر بيتك. عمر رجع بسرعة على بيت أخته يبغى يفهم، وكان في بيت أخته صحابي اسمه خباب بن الأرت، جالس يعلمها مع زوجها آيات من القرآن لأنه كان يعرف يقرأ، وكانوا قلة اللي يعرفون يقرون ويكتبون وقتها، وكانوا يكتبون آيات من القرآن على جلود عشان يحفظونها ويدرسونها البعض. فلما سمع عمر يدق الباب تخبى خباب منه، وخبت فاطمة صحيفة القرآن اللي كان يقرأ فيها. كلهم كانوا يخافون من عمر طبعا. دخل عمر البيت وهو غاضب ويصرخ في البيت ويقول: عمر، ما هذا الصوت الذي سمعته عندكم؟ فردت عليها أخته وقالت: إنه صوتنا ونحن نتحدث. فقال عمر بن الخطاب: والله أخاف أنكما صبوتما وتركتما دينكم. فيقول له زوج أخته وهو يحاول أن يلين قلبه: يا عمر، أرأيت أن كان في الحق غير دينك؟ عمر بن الخطاب لما سمع هذا الكلام فقد أعصابه، فمباشرة ضرب زوج أخته المسكين. تقوم فاطمة تحاول تبعد أخوها عن زوجها، فبفورة غضب عمر ضرب أخته وطاحت على الأرض. وقف عمر لما شاف اللي سواه وحس بالخزي، إيش هذا التعصب اللي خلاه يضرب أخته وزوجها؟ أخته فاطمة طبعا مقهورة منه وتبي تقهر أكثر، وقالت له: يا عمر، إن الحق في غير دينك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عمر شاف إصرار أخته وقوة إيمانها، وأنه إيش ما سوى واستعمل جسده ما راح يغير شيء، لازم يواجه قلبه. يقول لها عمر: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه. ردت عليه أخته وهي حاسة بتردده وندمه وتبغى تستغل الموقف لأنها تطمع بإسلام عمر، فقالت فاطمة: إنك رجس ولا يمسسه إلا المطهرون، فقم واغتسل. قام عمر واغتسل وبدأ يقرأ اللي كان يقرأ منه خباب بن الأرت، وكان عمر يعرف يقرأ ويكتب، وينزل هذا الكلام على قلب عمر مثل العسل. فقال عمر: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد. يقوم خباب ويطلع من المكان اللي كان متخبي منه ويبغى يحضن عمر، لكن عمر طلع سيفه
ورفع خباب يديه ويدله على دار الأرقم. لما وصلوا ودقوا الباب يشوفون عمر جاي وحامل سيفه. يقوم الناس في البيت خايفين ويتناقشون، فيجيهم حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألهم مالكم؟ يردون عليه إنه ابن الخطاب، إنه عمر، فيرد عليهم وعمر افتحوا له الباب، إن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. يدخل عمر على البيت يصرخ يا محمد يا محمد. طلع الرسول صلى الله عليه وسلم ويسحب من ملابسه ويهز هزة طاح منها سيفه، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك قارعة؟ يتحول عمر بن الخطاب واحد من أشجع الرجال في مكة للطفل صغير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شايل في قلبه مشاعر متخبطة الوقت طويل وتعب كثير، وهنا بين يدين الرسول صلى الله عليه وسلم قدر يرتاح عمر بعد رحلة طويلة. الرسول يرفع رأسه للسماء ويدعو الله قدام الكل، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر. فيقول عمر بن الخطاب وهو يحاول ما يبين دموعه قدام الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. عمر بن الخطاب أسلم بعد حمزة، الناس فيها فرحة ما بعدها فرحة. بعد ما صحى عمر من الصدمة وقدر يتمالك نفسه دبت فيه حماس وغضب ما بعد غضب، غضب على الماضي، دمه يغلي ويبغى يفرغ بالطريقة اللي يعرفها. يروح مباشرة على بيت قريبة أبو جهل، فيفتح أبو جهل بابه ويسأل عمر بن الخطاب أهلا وسهلا ما جاء بك؟ فرد عليه عمر بن الخطاب جئت لأخبرك أني آمنت بالله ورسوله محمد وصدقت بما جاء به. فيرد عليه أبو جهل ويقول قبحك الله وقبح ما جئت به. كان عمر يبغى يستفز أبو جهل لأنه عارف أنه ما يقدر يؤذيه، لكن هذه كانت بداية يوم عمر الحافل، فكان يبغى يحتفل بإسلامه على طريقته. فراح عند الرجال اللي يذيع الأخبار في مكة وقال له أنه أنا أسلمت. الرجال طبعا ما كذب خبر وبدأ يمشي حوالي الكعبة ويصيح وينادي بأعلى صوت ويقول ابن الخطاب صبا، ابن الخطاب صبا. فيصفع عمر بن الخطاب ويقول له ويحك ابن الخطاب أسلم. الرجال غير نداءه وقال ابن الخطاب أسلم، ابن الخطاب أسلم. تجمع شباب قريش ورجالها حواليهم وظل عمر بينهم يستفزهم لين وصل الموضوع لمضاربة، وحتى زاد عددهم وهو الحالة. عمر استمر يقاتلهم حتى تعب وجلس على أرضه تعبان ويلهث ويقول لهم افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله لو كنتم 300 رجل ما استسلمت لكم. ورجع عمر لبيته وكله رضوض وتعبان تماما لكنه مرتاح. كان يشفي تعبه الفكري واضطراب قلبه بأنه ينهك جسده. وفي اليوم اللي بعده حس حاله متنشط كله طاقة بعد ما هدى قلبه. راح عند الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق وإن متتم وإن حييتم. فيرد عليه عمر بن الخطاب ويقول ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن. قاموا طلعوا صفين من الصحابة، واحد في حمزة وواحد في عمر، محوطين الرسول صلى الله عليه وسلم، وطافوا بشكل علني كمسلمين حول الكعبة، ولا أحد من قريش قدر يقرب منهم، ولأول مرة يصلون عند الكعبة من دون ما أحد يعترض لهم. يشوف أبو جهل هذا المنظر وهو يغلي، يروح عند خالد بن الوليد وعمر بن العاص ويدفعهم باتجاه المسلمين. عمرو بن العاص وخالد بن الوليد يطالعون في أبو جهل وكأنه يدفعهم للموت. يقول له عمرو بن العاص أتريد أن نبطش بهم وبينهم حمزة وعمر؟ والله إذن ما بات أحد إلا في قبره. ينغاض أبو جهل ويقول لخالد بن الوليد أيرضى أمهر فارس في قريش أن يعيب هؤلاء الصعاليك دينه أمام رؤيا الجميع؟ بيّن أن خالد متردد، مسك عمرو بن العاص
ويقول لأبو جهل: أنت كبيرنا يا أبا الحكم، فإن شئت أن نضربهم فبادر إليهم فنهب معك بهم. أبو جهل قام يناظر له بغيظ وحقد لكنه خايف، يقول له وهو يحاول يحافظ على كرامته: لقد أخذتني الحمية، دعهم يصلون صلاتهم، فإن دينهم زائل ونحن الباقون. ومن يومها قدروا المسلمين يصلون عند الكعبة. أهل قريش كلهم تضايقوا لما شافوا حمزة وعمر مسلمين، وحسوا أن وقتهم راح، وخسروا 2 من أهم المقاتلين والفرسان عندهم، وصار وقت أنهم يسوون شيء. احتدت حركات قريش، وصارت فكرة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحل الوحيد بنظرهم. وهذا الشيء ما غاب عن بال أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي كان يبغى يتطمن على أمان ابن أخوه بالطريقة الوحيدة اللي يعرفها، اللي هي الحماية القبلية. قام جمع بني هاشم وبني عبد المطلب أولاد جده ليتفقوا على حماية محمد صلى الله عليه وسلم. فالكل قام ووعد بالحماية، الكافر منهم والمسلم، لأنه العائلة عائلة، ولما كبير العائلة يطلب شيء ما حد يقدر يقول له لا. وإذا خذلوا محمد صلى الله عليه وسلم اليوم، بكرة غيره يخذلهم والعائلة راح تفقد قيمتها. لكن أبو لهب كان الوحيد اللي رفض يوعد أخوه بحماية محمد صلى الله عليه وسلم، الكره أعمى قلبه. وبدأ يزيد توتر قريش، لكنه ما قدروا يقتلون محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما اتفقت قبيلة عبد مناف على حمايته. رجع تهديد الحرب الأهلية بشكل أكبر واضح، وعرفوا أنه ما في طريقة إلا أن أهله يسلمون لهم. أبو جهل اللي صار دوره القيادي في مكة أكبر بعد ما كبر أبو طالب بالعمر، قرر يجمع كبار القبائل القرشية بدار ندوة بغياب أبو طالب. أبو سفيان ما هو عاجب هالوضع، التجارة قاعدة تتأثر ومناظر التعذيب ما هي حلوة بحق أهم مدينة للقبائل العربية. وبدأ الحديث أبو سفيان قدام الكل وقال: ألا تنظر أن نترك محمداً وشأنه؟ لقد بارت تجارتنا وتعطلنا، إن أبا طالب لن يسلمه لنا، وقد توافق بنو مناف على منعه، فليس لنا سبيل إليه إلا أن نرق الدم. يجي أمية بن خلف يبغى يرد عليه، لكن أبو جهل رفع يده. جلس أمية وبدأ أبو جهل يقول: نتركه وشأنه ولا يتركنا وشأننا؟ لقد أهاننا وأهان مكانتنا أمام كل العرب، فإذا كنت ترضى بذلك يا أبا سفيان فأنا والله لا أرضى. أنا لم أجمعكم هنا اليوم لأقول لكم فلنقتل محمد، فذلك أمر سهل أوكله لغلامي، ولم أجمعكم هنا لأقول لكم فلنطرد بنو هاشم والمطلب، فهم عزيزون بيننا ولا أمس عزتهم بكلمة. أنتم أهل الحق وأنا أريد الحق وأهله أولى به، فمن أخطأ بحقنا وبحق آلهتنا وجب عقابه، وإلا فلنعد إلى الصحراء نقتل بعضنا بعضا، ولنبصق على قبر قصي وفهر ونحن مغادرون. رفع أبو جهل يده وهو عرف أنه ضرب على الوتر الحساس وقال: يجب أن يعود بنو هاشم والمطلب لصوابهم فنقاطعهم، حتى إن سلمونا محمدا عدنا. اكتب. وبدأ واحد منهم يكتب على رقعة جلد: لا يتزوجون منا ولا نتزوج منهم، لا يبايعوننا ولا نبايعهم، ولا يكلموننا ولا نكلمهم. كان واضح أن أبو جهل يبغى يضغط على كبار القبائل عشان يوافقون، ويستعمل نفوذه حتى ينفذ هذا الموضوع. وكانت المقاطعة شديدة، وبوقتها كانت العلاقات الاجتماعية هي كل شيء عند الشخص، ونهايتها هي عقاب عنيف مثل القتال. وقام القرشيين وعلقوا هذه الصحيفة جوا الكعبة، واتفقوا على المقاطعة الكاملة، وما يوقفون المقاطعة حتى يسلمونهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتلوه. لكن حتى مع هذا الضغط الضخم، رفض بني هاشم وبني المطلب أنهم يسلمون الرسول صلى الله عليه وسلم، فراحوا نفوهم لشعاب أبو طالب اللي هي بيوته ومنطقته
حتى يعزلوهم عن باقي مكة، ما عدا أبو لهب اللي أنحاز مع المشركين وسكن خارج الشعب. وكان الحصار صعب، كانت قريش تحتكر السوق كامل وتمنع عنهم البضائع من أكل وشرب إلا القليل، ويبيعونهم بسعر غالي، وكان يمنعون أي تاجر يتعامل معهم، فبدأت فلوسهم تقل بسرعة، وكان ما يوصلهم الشيء إلا بالسر. ومن شدة الحصار بدأوا يعانون من الجوع، وما كانوا قادرين يشترون حاجاتهم إلا في الأشهر الحرم، وكانوا يحاولون يشترون من القوافل اللي تجي من برا مكة، لكن أهل مكة كانوا يشترون البضاعة قبل لا توصلهم أو يمنعونهم منها. كان الصحابة مثل أبو بكر وعمر ما عليهم حصار لأنهم من قبائل مختلفة، فكانوا يبعثون الأكل والحاجات كل فترة وفترة من تحت لتحت، وكان قرايب خديجة يبعثون لهم بعد. ومع أنها كانت تقدر تجلس مع قبيلتها لأن قبيلتها خارج الحصار، لكن خديجة رضي الله عنها قررت تبقى مع زوجها وتعتني فيه في هذا الوقت، وساندت كل أهله بمالها ونفسها. أبو طالب كان قلقان أنه بأي وقت ممكن يقتلون محمد عليه الصلاة والسلام، ابن أخوه اللي كان يحس أنه مثل ابنه لأنه رباه في بيته، فكان في بعض الأحيان ينام في سرير محمد صلى الله عليه وسلم، وأيام يقول لأولاد عمه يبدلون معه فينامون في سرير الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام ينام في سريره. مرت 3 سنين على هذا الميثاق اللي كان مكروه من كثير من قريش. كان هذا الحصار شيء جديد عليهم، وقسوة وإهانة ما شافوا مثلها قبل. بعد 3 سنوات مجموعة من قريش اتفقوا ينقضوا الميثاق، وراحوا على الكعبة ووقفوا قدامه وقدام الناس، وبدأ ينادي واحد منهم كان اسمه زهير بن أمية فيقول: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب؟ وبنو هاشم هلكة لا يباعون ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعدن حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة. فيقوم أبو جهل ويصرخ فيهم: كذبت، والله لا تشق. فيردون عليه: كذبت وصدق زهير، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. طلع من بينهم أبو طالب، وكان هو رايح هناك على طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لهم: صدقتم وكذب أبو جهل، وادخلوا فانظروا الصحيفة لتجدوا الدود يأكلها دون أن يمس ذكر الله عز وجل، هكذا أنبأ ابن أخي محمد، فإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. يدخل الناس على الكعبة ويشوفون الصحيفة ماكلها الدود أكل، وتارك كلمتين: باسمك اللهم. ولما شافت الناس أن نبوة الرسول صحيحة نقضوا الصحيفة، وما أحد رضي أنه يكمل الحصار بعد ما مرت 3 سنين صعبة. لكن آثار الحصار كانت صعبة مرة، ونجح بأن يوقف انتشار الإسلام اللي كان يزيد بين الناس بسرعة. وغير كذا كان أبو طالب اللي طلع من الحصار غير اللي دخله، فكان فقد كثير من ثروته ونفوذه، وصحته كانت تعبانة، فهو وصل الثمانينات من عمره. ونفس الشيء كانت خديجة صارت في 60، والحصار كان مرهق عليها ماديا ومعنويا. وبعد الحصار بأشهر مرض أبو طالب، وصار ما يقدر يقوم من سريره، والكل حس أن أيامه معدودة. خاف أهل قريش أن سمعتهم تكون سيئة بين العرب إذا اقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما يموت عمه، فراح كبار قريش عند أبو طالب عشان يسألوه للمرة الأخيرة، ومن بينهم أبو جهل وأبو سفيان وأمية بن خلف. فيقول لها أبو سفيان: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى، وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه. فناداها أبو طالب وجلس بينهم محمد عليه الصلاة والسلام، فقال لها أبو طالب: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك، فهل تكف عنهم
ويكف عنك. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتكم بها العرب ودانت لكم بها العجم؟ فاحتاروا ما قدروا يرفضون. فقال أبو جهل بغضب وتحدي: ما هي؟ وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها. فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فغضب أبو جهل وقام من مكانه وقال: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك العجب. كان أبو طالب وقتها يحتضر بين الجمع المهيب، وجلس جنبه الرسول عليه الصلاة والسلام ويأخذ بيده، ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أيا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقف أبو جهل ويرجع يجلس مقابل أبو طالب. فقال أبو جهل: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ وعيون أبو طالب وقتها تناظر بحزن بين كبار قريش وبين ابن أخوه، حتى قال آخر كلمة عنده مع آخر نفس. فقال أبو طالب: على ملة عبد المطلب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وكانت وفاة أبو طالب مؤلمة جدا للرسول عليه الصلاة والسلام، فهو اللي اعتنى فيه وحماه وحمى دعوته، وكان الأذى في ازدياد بعد وفاة أبو طالب، فصارت قريش كلها تتعرض للرسول وتؤذيه. وفي الفترة اللي كان يتألم الرسول عليه الصلاة والسلام من وفاة عمه، مرضت زوجته ورفيقة دربه خديجة، فاجتمع حولها أهل بيتها، وكان بجنبها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قلب خديجة كان مكسور. كانت حزينة أنها بتترك زوجها اللي ساعدتها ووقفت معها سنين الحالة في وجه قريش بأصعب الأوقات، وبتترك بنتها فاطمة الصغيرة معه بمسؤولية كبيرة أنها تكون عون لأبوها في دعوته. كان يصعب عليها أن بنتها رقية في الحبشة وما تعرف عن أخبارها شيء، وما شافتها من سنين، وبنتها زينب مع أنها تزوجت ابن أختها أبو العاص بن ربيع اللي كانت تحبه مثل ولدها، لكنها ما أسلم. وكان هذا الشيء حاز بنفسها. قبل تموت تنادي بنتها الكبيرة زينب وتهديها قلادتها، واحدة من أعز ممتلكاتها، وتوصيها بزوجها خيرا، لأنها كانت واثقة أنه بيشوف طريق الحق بالأخير. بعد عمر طويل كان مليان بالحب والعطاء والعزة والصيت اللي ما بلغتها امرأة من قبل في مكة، تتوفى خديجة ومحمد زوجها ورسولها، واللي ما تزوج غيرها وهي حية بجانبها. قلبه مفطور. ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام في قبرها يوم وفاتها، والحزن أكثر مما يقدر يتحمل. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. وسمي هذا العام بعام الحزن، وكان فقدان اثنين من أعز الأشخاص عليه أصعب من كل الأذى اللي تعرض له الرسول عليه الصلاة والسلام خلال هذه السنين. وما كان يعرف عليه الصلاة والسلام كيف أنه راح يقدر يكمل دعوته من دون دعمهم وعنايتهم.